حين يدور الحديث عن نظام البكر صدام لابد لنا من الاعتراف بموضوعية وحياد وعقلانية وبدون غضب، لأن ولادته الأولى في انقلاب 17 تموز 1968 لم تكن بأخلاق الفروسية ولم تكن شعبية تبدأ من القاعدة لتصل إلى النخبة القائدة، بل نجحت فقط بالخديعة والغش أيا تكن المبررات والأعذار. لقد تمكن الانقلابيون من استغفال قائد الحرس الجمهوري إبراهيم الداود ونائب مدير الاستخبارات العسكرية عبد الرزاق النايف، متعهدين لهما بتعيين الأول وزيرا للدفاع والثاني رئيسا للوزراء مع النية المبيتة على الغدر بهما في أقرب فرصة ممكنة. ثم كانت ولادته الثانية في الانقلاب الثاني في 30 تموز 1968 هي الأخرى، فصلا آخر من الغدر والغش. فلم يكتفوا بطردهم من السلطة، بل قتلوا أحدهم وحاولوا قتل الآخر ولكنه نجا من الاغتيال. وقد روى صدام حسين بنفسه عملية القبض على رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف وهو مدعو لتناول الغداء مع الأب القائد أحمد حسن البكر. ما انتفتت بعد من دخلت بيدو 13 وقلت عبد الرزاق النايف هو صارح الكبرى، فسحبت علي حساب المسدس وقلت لعبد الرزاق لا تحرك ترى أذبحك. صرت المسدس مالوش شخته بحجابي، هو حط يده على عيونه بعد رحبني أبو عدي، قال عندي أربع ولد أو ثلاث ولد، قلت له ولدك ما عليهم شيء بس انت كفرتنا يا عبد الرزاق النايف وموتتنا، يعني هم تريد تعيدنا وقت أخرى كارثة 18 شيء براسنا. عاد أنا أسمع وراي الأقسام تشك 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 فهذه الولاد عاد هم أم وسلاحهم كل واحد سحب شاف الشغلة يدلزي الصغل. يعني أن النظام من أساسه كان يفتقد إلى الخلق النضالي الأصيل الذي يرفض بشجاعة ورجولة مقولة الغاية تبرر الواسطة، فالاحتيال هو الاحتيال أيا تكن أشكاله ودواعيه، ولأن من شب على شيء لابد أن يشيب عليه، فقد رافقته سياسات التآمر والغدر في كل سنوات مسيرته التالية حتى سقوطه. يتردد في اختيار الهدية المناسبة. الله يجنبنا وإياكم كل مكروه، ويبعد السلاح عن موطن الزلل. فقد استمر البكر وصدام في استخدام أساليب المخادعة والمباغتة حتى مع رفاقهما الذين لولا نضالهم وتضحياتهم لما استطاع أي منهما أن يقترب من جدار القصر الجمهوري. طبعا لا ينكر أن عهد البكر صدام شهد إنجازات مهمة وعظيمة في سنواته الأولى، ولكنه أفسد طعمها بالاغتيالات والإعدامات ومصادرة الحريات والكرامات وبالحروب، جاعلا نصف العراقيين معارضين ومسهلا على القوى المعادية الخارجية والداخلية معا أن تجد لها عملاء ووكلاء يعاونونها ليس على إسقاط النظام فقط، بل على خراب الوطن كله وإعادته 100 عام إلى وراء. شيء آخر، إن عهدهما من أول أيامه وحتى آخرها كان يتسم بالمزاجية والارتجالية والانفرادية المطلقة، بحيث أن أغلب قراراته وسياساته وعلاقاته تميزت بالعصبية الحزبية أولا، ثم المناطقية ثانيا، ثم العشائرية بعد ذلك، وأخيرا الأسرية. ورغم أنه كان يتخذ من حزب الوحدة والحرية والاشتراكية غطاء وسلاحا لخدمة المصالح الشخصية وحدها، ففي زمانهما وخاصة في أيام صدام تحول حزب البعث إلى جهاز أمن ومخابرات هدفه ليس معاونتهما على تأسيس دولة مؤسسات وقانون وعدل ومساواة، بل للتغطية على العسكريتارية الكاملة التي كانت هي المحرك الأوحد للهيكل المدني والعسكري للحزب والدولة. ويصعب على أي مراقب موضوعي ومحايد معرفة أعداد العراقيين الذين قضوا في زنزانات الموت وفي ساحات الإعدام وفي ميادين الحروب، ناهيك عن أعداء الأسرى والمغيرين والمهجرين
ويكفي النظر إلى آلاف البعثيين العقائديين الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بدم ولم يختلسوا وقد أصبحوا لاجئين في دول أجنبية أو قتلى أو سجناء أو مفقودين. وفي كل جريرتهم أنهم عملوا في دولة صدام حسين إما مجبرين أو مخدوعين أو متطوعين مقتنعين ببراءة بأنهم يعملون من أجل تحقيق دولة الوحدة والحرية والاشتراكية وهم واهمون.